السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا في هذه الحصة إن شاء الله سأشارككم موضوعا أو تمرينا يتعلق بمادة الرياضيات، ألا وهو المستقيم في المستوى، خاص بالمستوى جذع مشترك، دائما استعدادا للفرض المحظوظ. إذا التمرين هو الآن أمامكم، يمكنكم قراءته بتأنين ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة المطروحة. إذا عندنا المستوى بي فهو منسوب إلى معلم منظم O E G، نعتبر النقاط التالية: A إحداثيتها جوج، B موانزة A، و C صفر موانزة. إذا أول سؤال اللي هو سؤال عادي، أنشئ النقاط A B C في المعلم، أوجد معادلة المستقيم الدلتا المار من B والعمودي على A C، حدد معادلة ديكارتية للمستقيم A C، حدد زوج إحداثيات H اللي هي نقطة تقاطع دلتا و AC، واحسب كوس دو CA CB، ثم حدد معادلة ديكارتية للمستقيم L واسط القطعة AB. إذن هذه هي مختلف الأسئلة التي يجب إجابة عنها. إذن بالنسبة للإنشاء، ننظر بأنه النقطة A إحداثية جوج، إذن فوالا جوج، فوالا جوج. إذا غنستعمل مسطرة هكذا لأحدد بدقة إحداثيات أو النقطة أ، فهي عندها أفصول وعندها أرطوب. إذا هذه هي النقطة أ. النقطة ب عندنا موانزة أ، دونك فوالا، إذا موانزة أ، إذا النقطة بي. أما النقطة سي عندنا حصول ديال الصفر وإحداثيتها موانس سي موانس، دونك فوالا النقطة سي. إذا هذا فيما يخص إنشاء النقط. أوجد معادلة المستقيم دلتا المار من بي والعمودي على أ سي. إذا غير باش نوضح لكم الصورة كيفاش دايرة، عندنا مستقيم مثلا كيف ما كان غنرسمو مثلا المستقيم أ سي، يعني يمر من النقط A و C، فوالا. وعندنا نريد إنشاء مستقيم الدلتا اللي هو غادي يكون عمودي على AC، يعني عمودي، فوالا هذا هو مستقيم الدلتا، ولكن يمر من النقطة B. ما معنى هذا؟ يعني هذا إلا خديت واحد النقطة كيلكونك M، يعني لتكون M نقطة من دلتا، تتلاحظوا بأن BM غتكون طبيعة الحال عمودية على المستقيم AC. إذن نوجد بعد أي إحداثيات BM، فهي إحداثية هي X موان إحداثية ديال B، يعني X بلس A، Y موان Z. إذن بالنسبة لنا إحنا AC، لكن هناك طرق عدة، ولكن غير نعطيكم طرق. بالنسبة للأس غنستعمل، حاول نستعمل الدرس ديال الجزء السلمي لأنه كذلك مهم. إذن AC فهي موجهة بالمتجهة ماذا نسميها أنا إي، وباش نوجدها خصنا نقلب على AC. دونك AC سي كوا؟ إحداثيات ديال C ناقص إحداثيات، دونك هي موان دو موان تروا. إذن نقول في أن AC فهو موجه بالمتجهة نعتبرها هي U أو AC كما تريدون، موان دو موان تروا. إذن بما أن BM المتجهة BM عمودية على AC، هذا يعني بأن BM U جذع سلمي يساوي الصفر. إذن مما يعني أن إحداثية ديال BM لقينا هي X بلس A Y موان Z، جذع سلمي U هي موان 2 موان 3، خاص يكون هذا يساوي الصفر. بمعنى أن موان 2 في X بلس A ناقص موان 3 في Y موان Z يساوي الصفر. وبالتالي هذا يعني أن موان 2X موان 2 موان 3Y بلس 3 إيكال أ زيرو، سيتادير موان 2X موان 3Y بلس A إيكال أ زيرو، أو بيان ناخدو المعادلة نضرب هنا في موان Z، دونك 2X بلس 3Y موان Z
ايغال ازو. اذا هذه هي المعادله ديال المستقيم ديال طا. اذا الان حدد معادله ديال المستقيم ماذا ا سي. اذا غنعاود نبدل الطريقه. اذا نعلم ان اي مستقيم كيفما كان نوعه المعادله ديالو تتكون هي على شكل ا اكس بلس بي واي بلس سي ايغال ازو. بما ان المستقيم فهو موجه دائما باحداثيات متجهه U اللي قلنا هي موبئة، بحيث U هاد موبئة بالنسبة لنا هي موان دو و A هي موان تروا. بمعنى أن المعادلة تصبح على الشكل التالي. إذن AX يعني موان تروا زيكس بلوس دو زيكريك، لأن موبئة إيكالا موان دو يعني أن B إيكالا دو بلس سي ايغال ا زيرو. اذا بقات لنا الاحداثيه او خصنا نحددوا القيمه ديال سي. اذا ماذا نفعل؟ ناخذ يا اما ا واما سي. بما ان ا تنتمي الى ا سي، هذا يعني ان موان 3 اكس ديال ا بلس 2 ايغ ديال البوان ا بلس سي ايغال ا زيرو. اذا عندنا احداثيات ديال ا هي 2، اكس ا هي 2 وايغ ا هي 2. دونك غتبقى عندنا بلس سي ايغال ا زيرو، مما يعني ان موان 6 بلس 4 بلس سي ايغال ا زيرو، مما يعني اذا في التالي ان سي ايغال موان 2، دونك غتولي هي 2. فوالا. وبالتالي المعادله ديال المستقيم دي هي ماذا؟ هي موان 3 اكس بلس 2 زيغري بلس سي يعني بلس 2 ايغال ا زيرو. او لقيتي في حاله اخرى لا ضربتي كاع في موان زهنا غتكون هي 3 اكس موان 2 زيكريك موان 2 ايكال 0. دونك اي حاله فهي صحيحه سواء هذه او الاخرى. اذا الان غادي نمشيو نمرو للسؤال الموالي. لتكون اش هي لتكون اش هي نقطه تقاطع. ما معنى نقطه تقاطع؟ يعني ان اش الا كانت الدلتا هي هذه و اسي عموديا، يعني قلنا عمودي، اذا اسي، اذا هذه النقطه هذه غنسميوها نقطه التقاطع بين المستقيمين. يعني ان اش فهي تنتمي في نفس الوقت الى الدلتا وكذلك تنتمي الى اسي، يعني تنتمي الى تقاطعهما او تشاركهما. اذا غنديروا لانترسيكسيون دلتا اش ابارتي لانترسيكسيون اونتر دلتا اي اسي. اذا ما معنى هذا؟ يعني ان هذه النقطه هذه احداثياتها ستحقق المعادله ديال الدلتا وكذلك المعادله ديال اسي، فنحصل على واحد النظمه. يعني هي 2 اكس بلس 3 زيكريك موان زا ايكال زيرو، وعندنا موان 3 اكس بلس 2 زيكا بلس 2 ايكال 0. اذا الا بغينا نوجدوا اكس واي كريك غنديروا هذا السندما، غنديروا هي 2 اكس بلس 3 زيكا ايكال 1 وموان 3 اكس بلس 2 زيكا ايكال 1 موان 2. سي بيان سا. اذا فوالا 2 اكس بلس 3 زيكا ايكال 1، 3 اكس موان 2 زيكريك بين 3 اكس موان 2 زيكريك قال نقدر ندير هنا باش 3 اكس ناخذ هذه موان 2 زيكريك باش جينا اسهل موان 2 زيكريك ايكال ا 2. اذا باش نوجدوا اكس وايكريك كاين هناك طرق عده سواء اللي درتوها في الدرس المحيطه الى اخره. انا غنستعمل واحد الطريقه اللي هي تبان لي انها سهله. عندنا هنا 2 اكس مع 3 زيكريك، اذا يا اما نضرب في واحد العدد مثلا معين وندير لا سوم ديالهم، فهمتي؟ اذا هنا فاش غادي يمكن لي نضرب هنايا، نضرب هنا ممكن نضرب هنا مثلا في 3 دونك غتولي 6 اكس، وهنا غنضرب فاش في 2 دونك غتولي عندي هنا 3 في 2 دونك هي 6 اكس زائد 9 ايكغيك ايكال 3. غنضرب كلشي في 3، هنا غنضرب كلشي في 2 دونك غتولي عندي هنا 6 اكس موان 4 إيكغيك إيكال أ 4. إذا تلاحظوا بأن إذا كانت هذه أه وهذه ريغولاسيون دو، غندير أه موان دو، دونك أه موان دو غتعطيني هذه مشات مع هذه غتلقى 9 إيكغيك موان موان صافي دير 13
إيكغاك إيكال تلاتة موان كات صافي موان زان. وناخد نخلي دائما نخدم بوحدة أخرى، إما هذه ولا هذه نرجع اللي ساهلة، ناخد دوز إكس بلوس تروز إيكغاك إيكال أه، مما يعني أن إيكغاك إتيكال موان زان سوغ تراز، وبالتالي دوز إكس إيكال أه موان تروا فوا إيكغاك، دونك موان تروا فوا إيكغاك غاتولي بلوس تروا سوغ تراز، ستادير 13 plus 3 ça fait 16 sur 13. Ou bien, x égale 16 sur 26, c'est-à-dire 8 sur 13, ou y égale à moins 1 sur 13. Et on a un nocta h, il y a 8 sur 13. موانزا سورت. اتمنى ان يكون جوابي صحيحا لاني ليس لدي جواب صحيح. اذا هنا عطيتكم الطريقه في حاله اللي كان هناك خطا، اعتذر عن ذلك مسبقا. اذا بالنسبه الان غنمشيو احسب كوسينيس ديال ولا قالك احسب كوسينيس ديال سي ا سي بي. اذا هنا غنرجعوا للجذاء السلمي اللي تعرفوا جميعا واحد الخاصيه، وهي ان سي ا جذاء السلمي سي بي ايتيكال لا نورم ديال سي ا فوا لا نورم ديال سي بي في كوسينيس دو لونغل او الزاويه اللي كاينه بين سي ا و سي بي. اذا من هنا غادي حنا المطلوب منا هو كوسينيس دو سي ا سي بي. اذا ايتيكال كوا ايتيكال سي ا سي بي سور لا نورم de CA fois la norme de CB. Et donc, il fait un akuma bi-ijab le produit CA-CB. Et donc, CA c'est 2, 3. Et donc, CB c'est moins 1, 2. Mais il y a un CA, la norme. Il y a CA, il y a la racine carrée de ا او كاري ديال هذا او كاري 4 زائد هادو كاري يا جذر 13. بالنسبه للسي بي هي سالا راسين دو 5. وبالتالي كوسينيس دو سي ا سي بي هي لا نورم، يعني لا نورم هي سي ا فوا سي بي. لدرنا الجذاء السلمي هنا للتذكير، دونك سي ا سي بي ايكال اكوا إيكالا جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج، زائد ثلاثة في جوج هي شحال؟ هي ستة، دونك هي أربعة. وبالتالي دونك عندنا هي أربعة على غاسين 15 في ثلاثة هي 65، سي بيان سا. دونك فوالا كوسينيس دو سي ا سي. اللي بغى يخليها هكا يخليها، اللي بغيتي دير 4 اضرب فوق غاسين 65 سي 65 سي، فوزافي لو شوا. دونك الان غنمشيو للسؤال الاخير، هو حدد معادله المستقيم الدلتا عفوا ال اللي هو واسط قطعه. ما معنى واسط القطعه ا بي؟ يعني انه يمر من المنتصف. هذا المنتصف نسميه هنا اي. اذا كان اي هو منتصف، اذا اي فهو عنده احداثيتان، احداثيه اكس اي واي اي، بحيث ان اكس اي هي اكس ا plus xb sur 2 وده ya plus yb sur 2. وبالتالي سنحتاج لهذين الاحداثيات، غنقول لكم غتعرفوا علاش سنحتاج لاحداثيات اكس اي و واي. اذا بالنسبه لنا ا بي عارفينها، اذا خاصنا ندير هنا الكالكول اكس ا. دونك هي غتبقى دير اكس ا زائد اكس بي هي غتبقى 1 sur 2 هنا 3 2000. إذا كانت واحد النقطة M تنتمي إلى المستقيم L، نفترض هذه النقطة M، ما معنى هذا؟ أن EM غتكون عمودية، هذه المتجهة غتكون عمودية على المتجهة AB، مما يعني أن جذاء السلمي EM AB غيكون يساوي الصفر. إذا غنطبقوا العلاقة، إذا إحداثية EM هي XM هي X، نفترض ان ام احداثيتها اكس واي. دونك اكس ام موان اكس اي اللي هي اكس اي هي 1 دومي، وهنا واي موان 3 دومي، جذاء سلمي ا بي ا بي دونك سي موان 3 موان زه ايكال ا زيرو، مما يعني ان
moins 3 fois x moins 1 demi moins y moins 3 demi égale à 0. C'est-à-dire moins 3x plus 3 demi moins y plus 3 demi égale à 0. Il m'a dit qu'on a moins 3x moins y plus 3 égale à 0. Ou bien, si je multiplie par moins 1, on a 3x plus y moins 3 égale à 0. Et on a dit qu'on a dit المستقيم L 3x plus y moins 3 égale à 0. Et on a dit qu'on a dit le réponse à ce test. On a dit que le test يتضمن أسئلة مباشرة يجب على كل طالب أن يكون عارفا بمثل هذه الأسئلة. إذن إن شاء الله غادي نحاول ندرس تمارين أخرى تصب في هذا الشأن. إذن إلى ذلك الحين أشكركم على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.